السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ نزلت لكم الفرن تنظيفه وريفيو عنه وكل حاجه، ونزلت لكم برده الميكرويف ريفيو عنه. سالتوني بقى، يعني قلت لكم وانا بنضفه الفرن ساعتها، قلت لكم هعمل لكم ريفيو وفرق بين الميكرويف وبين الفرن، لان معظم الناس بتقول على الفرن ميكرويف. لا، هو في فرق بين الفرن، في فرق بين الميكرويف. هوريكم النهارده الفرق بينهم هما الاثنين واستخداماتهم ايه. هما الاثنين قدامنا زي ما انتم شايفين كده اهو، ادي الفرن وده الميكرويف زي ما احنا عارفين. الفرن ده زيه زي فرن البوتاجاز العادي. الناس اللي ما عندهاش فرن بوتاجاز عادي عندها فرن كهرباء، تمام؟ فهو ده فرن، شفتوا فرن البوتاجاز العادي ده فرن بوتاجاز، بيشوي وبيسخن وبيسوي، نشوي نسوي فيه كيكه، نسوي وفي شوايه كمان اللي هي بتلف زيه. استخداماته زي البوتاجاز العادي بالظبط، زي فرن البوتاجاز. هو ده الفرن، ما بيدوبش تلج، ما بيسخنش اكل غير الصواني. لكن الميكرويف بقى، تعالوا بقى نبص على الميكرويف. لف يا يوسف كده، تعالى لهم هنا الناحيه دي. الميكرويف اهو، بصوا بقى القايمه بتاعته اهي. عايزه اقول لكم ده بيدوب الحاجه اللي فيها تلج، يعني لو عندنا حاجه فيها تلج ده بيدوبها. لكن هنا ده فرن زي فرن البوتاجاز العادي، حتى التشغيل بتاعه اهو. اقول لكم الاول نعمل احنا مثلا تذويب سريع اهو كده، اللي هو هيدوب التذويب اللي هي بتاعه التلج، وهتذوب التلج بتاعها وتطلعها في ساعتها. فرق بين الفرن والميكرويف فرق كبير جدا، ده ملوش علاقه بده خالص، تمام؟ حتى ده فيه زيه بزراير وفي تاتش اهو. عايزين نقفل بقى اهو، انت فين يا عم اهو، حتى بيتفتح كده. لازم الفرن الباب بتاعه يبقى بصوت، لو الباب مفتوح هتيجي تشغلي مستحيل يشتغل، لكن الفرن عادي ممكن تشغل باب مفتوح اهو. بيجي طبعا معاه الطبق بتاعه ده بيلف واللمبه بتنور، ودي البتاع بتاعه الكيكه اللي بتيجي معاه اللي هي الشبكه دي. الفرق بينهم يا جماعه مختلف تماما، هو ده الفرق. عشان خاطر لو واحده عندها واحد زي ده مايكرويف، لكن اللي هو العادي ده زيه زي فرن البوتاجاز. هو ده الفرق بين الاثنين. هو الفرق مش قليل، الفرق كبير، حتى فرق في السعر. يعني ده هتلاقي ثمنه 500 جنيه، اجدع واحد فيه هيعمل 1000 جنيه 1000 وشويه، ده اللي هو العادي. لكن طبعا في البلت ان ده معدي 7000 جنيه وبخمسه، وفي منه بتلاته على حسب الشركه اللي انت جايبه منها. والميكرويف برده اسعار واشكال كتير جدا. ده النوع اللي عندي ده ال جي، وده وايت بوينت. في طبعا من ده احجام كتيره جدا، والحجم طبعا بيفرق في السعر، يعني كل حجم ليه سعر غير التاني. اتمنى يا جماعه تكونوا كده عارفين اللي عرفتوا الفرق بين ده وبين ده. لو انت عندك واحد زي ده يبقى ده فرن عادي جدا، استخدامه زي فرن البوتاجاز. كيكه تعملي فيه، تسوي فيه كحك، تسوي فيه بسكويت، تشوي فيه فراخ، تعملي فيه كفته، اي حاجه. لكن الميكرويف يختلف تماما، وبقولها تاني يختلف تماما. بتدوبي فيه تلج، بتسخني فيه اكل، والميزه بقى فيه بتحطي الطبق بيطلع ساقع من بره والاكل من جوه بيطلع سخن. هو ده الميكرويف. ناس كتير قالت مسرطن والكلام الفاضي ده، انا طبعا ما بقتنعش باي الكلام ده، لان طبعا مستشفيات، معظم المستشفيات طبعا فيها ميكرويف بتسخن الاكل فيه، فاللي هو مش كل حاجه نقولها نصدقها وكل حاجه نصدقها يعني. دكتور هاني النظر طلع صرح وقال ان هو ما فيش منه اي ضرر وعادي جدا، لو انت خايفه يبقى مضر غطي الاكل. طبعا معظم الميكرويف بيجي معاه، بدل ما بيجي معاه دي بيجي معاه، بدل ما بتيجي دي معاه بيجي معاه غطا، اللي هو الغطا الكبير البومبي ده بتغطي بيه الطبق لما تيجي تدخليه الميكرويف. هو ده يا جماعه الفرق بين الاثنين، سهل جدا وبسيط عشان خاطر تميزي منه لما تيجي تقول لحد مثلا انا عندي ميكرويف او انا عندي فرن، بس كده. اتمنى يا جماعه تكونوا استفدتوا النهارده، والفيديو بتاعنا سهل جدا وبسيط مفيش منه اي مشكله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.